شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية يوم أمس في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة للاحتفال باليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وذلك عبر الاتصال المرئي. وقد ألقى سعادة وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن تقدير مملكة البحرين للجهود المخلصة التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل الحفاظ على الاستقرار في العالم وعلى الأمن والسلم الدوليين، مشيدا في الوقت ذاته بالدور البناء الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها في مختلف المجالات والميادين. وأكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أن مملكة البحرين ماضية في سياستها الثابتة لدعم الجهود الرامية لنزع أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي ومع الجهات المختصة للحد من انتشار تلك الأسلحة، وأن مملكة البحرين تؤمن بالدور الاستراتيجي الهام الذي تلعبه الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم في سبيل تحقيق أهداف الاتفاقيات والتقدم نحو عالم خال من الأسلحة النووية. وجدد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني تأكيد مملكة البحرين على دعمها لحق الدول غير القابلة للتصرف في الانتفاع من المجالات المتعددة السلمية لتطبيقات الطاقة النووية، مشددا على أهمية تحقيق مزيد من الاستفادة في تبادل المعارف والتقنيات النووية بين البلدان الصناعية والنامية على حد سواء. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن مملكة البحرين تشاطر الوكالة الدولية للطاقة النووية قلقها بسبب تجاوز إيران حدود مخزون اليورانيوم المخصب المسموح لها بامتلاكه بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، مؤكدا أن مملكة البحرين دعت إيران إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشفافية تامة وإخضاع كافة منشآتها وأنشطتها النووية لرقابة الوكالة والوفاء بالتزاماتها للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتطبيق ضمانات الأمن والأمان النوويين، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في طمأنة الدول العربية الواقعة على الضفة الأخرى من الخليج العربي نظرا إلى وجود هواجس حقيقية لدى هذه الدول إزاء مدى سلمية البرنامج النووي الإيراني والظروف التشغيلية المرتبطة بمفاعل بوشهر والحاجة إلى التأكد من استيفائه لكافة متطلبات الأمن النووي وتجنبا لمنع أي حادث قد يؤدي إلى أي عواقب بيئية وإنسانية كارثية لجميع شعوب هذه المنطقة. وجدد سعادة وزير الخارجية دعوة مملكة البحرين المجتمع الدولي بضرورة اعتماد استراتيجية عالمية موحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل من خلال آلية فعالة لنزع هذه الأسلحة عالميا وإقليميا لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا على أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتصدي لأحد أكبر التحديات التي تواجه البشرية وبما يحقق السلام والأمن لإيجاد عالم خال من الأسلحة النووية.